وحول هذا الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. سعادة العضو، أهلا بك في نشرة الثامنة. كيف تنظرون إلى ما حققه المنتدى من نتائج على صعيد دعم خطة التعافي الاقتصادي؟ السلام عليكم ومساكم الله بالخير. وفي البداية يعني اسمحي لي أحب أن أشكر تلفزيون البحرين على تغطيته لهذه الندوة المهمة، وأود أيضا الإشارة إلى أن المنتدى صباح اليوم انطلق كمبادرة داعمة لتنفيذ رؤى صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويمثل أحد مظاهر التعاون اللي هو قائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك لتحقيق الأهداف اللي هي مشتركة في دعم مكانة مملكة البحرين التنافسية، ونحقق إن شاء الله الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، ونحقق أهداف رؤية البحرين 2030. وأنا أعتقد أن المنتدى تمكن اليوم من تحقيق أهدافه من خلال جمع هذا العدد الكبير من أصحاب المعالي واستعادة الوزراء والمعنيين في القطاعين العام والخاص لمناقشة خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها إن هي أحد أهم المواضيع التي تتعلق بالشأن الاقتصادي في المرحلة القادمة، وأيضا تسليط الضوء على الخطوات اللي قامت بها الحكومة الموقرة لتنفيذ هذه الخطة، خطة التعافي الاقتصادي، وما تضمنت من أولويات، وهو ما يبين لكل متابع سواء كان من الداخل أو الخارج جدية مملكة البحرين في تحقيق هذه الخطة وتحويلها لواقع عملي. نعم سعادة العضو، ما هي أبرز التوصيات التي خلص إليها المنتدى؟ اليوم وبعد نقاش وتبادل الآراء تم الخروج ب 14 توصية، نتمنى أن تكون هذه التوصيات مساندة لتحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي. هذه التوصيات شملت الدعوة لمراجعة الخطط الوطنية للتعليم والتدريب في كافة المراحل لتتوائم مع متطلبات سوق العمل، وأيضا تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية في سبيل تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، إلى جانب إدراج خطة التعافي الاقتصادي ضمن برامج التهيئة للترشح للانتخابات القادمة، تمهيدا للأخذ بها في برامج عمل الحكومة. كما أيضا اشتملت التوصيات تحديد وتطوير التشريعات اللازمة لسرعة الفصل في القضايا، وأيضا تعزيز إنشاء المشاريع الجاذبة للسياحة لجعل المملكة وجهة سياحية مميزة. وأيضا من بين التوصيات هو العمل على تطوير سلاسل التوريد لاستدامتها وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والسلعي والصحي. كما تطرقت التوصيات إلى تعزيز استقطاب الشركات العالمية اللي هي تعمل في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. نعم. وأيضا شملت التوصيات تطوير خطة الاستراتيجية لوضع بنية تحتية لقطاع الاتصالات والنقل، إلى جانب العمل على استحداث مناطق تجارة حرة لتعزيز الاستثمار والاستدامة، وأيضا الارتقاء بمنظومة التسويات الإلكترونية للمعاملات المالية، تعزيز التوجه نحو البنوك الإلكترونية والديرانية. نعم. العمل على تعزيز الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وأيضا خلق فرص عمل نوعية تكون زين واعدة، وتوجيه نسبة من العوائد النفطية لخفض الدين العام مع الاستمرار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. نعم سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.